ألو، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حياكم الله سماحة السيد حسين. يا هلا بك، الله يحفظكم إن شاء الله. معك رامي عيسى من مصر سماحة السيد. أهلا وسهلا. حياك الله. كان عندي استفسار إن تسمحون لنا. نعم، حياك الله. سماحة السيد، من أول من بايع الإمام علي سلام الله عليه من آل البيت على أنه إمام معصوم؟ حياك الله. من أنت حبيبي؟ أنا من مصر، من مصر. من أول من بايع من الإمام مصر؟ علي؟ من أول من بايع الإمام علي سلام الله عليه على أنه إمام معصوم؟ من آل البيت يعني. أنت أخبر بعض، نعم؟ لست من مصر؟ أهل مصر يعرفون بهذه القضايا، بعضهم نعرف عندهم انا. علم ما شاء الله. صحيح، احسنتم واقعا. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد معاذ، وآل محمد. اللهم صل. طيب سماحة السيد، ما فيش حد اصلا بايع الامام علي على انه امام معصوم. لا يوجد احد نهائي، لا من آل البيت ولا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من اول الصديق رضي الله عنه والفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل وهدم عرش كسرى الى اخر صحاب. ما في احد بايع علي رضي الله عنه على انه امام معصوم منصب من قبل الله. من قال لك هذا؟ انا معي ادله كثيره، حتى حديث الغدير اللي بتستدلوا به، ما في احد من الصحابه او من ال البيت اللي كانوا موجودين فهموا ان حديث الغدير ينص على امامه علي رضي الله عنه. اتفضل. مجيد، سبحان الله. معلش، انت شكلك بتولع السيجاره وانا اشغلتك سماحه السيد، سامحونا. حبيبي ولا يهمك. حشيش ولا سجاير عادية؟ تفضل سماحة السيد، ما هو الدليل؟ لا، هو نحن لسنا من أهل السنة حتى نحشش. الحمد لله. والله أنا شيخ، أنا سني وملتحي بفضل الله، وبحاول إن أنا ألتزم. وعندنا اللي بيشربوا سجاير هذا من الفسق. يعني أنا إحنا نعم، عندنا إن هذا الإنسان اللي بيشرب سجاير عارف إنه بيعمل معصية عند أهل السنة. إما أنت سيد وبتنسب نفسك لأبناء فاطمة ومن آل البيت وملتحي وملتزم وبتقعد على في الحسينية على المنبر تبكي وفي الحوزة وبتدخن، فإن كان يعني أنت حضرتك المثل الأعلى للعوام الشيعة، فأكيد بيكونوا بيحششوا. اتفضل. نعم، نعم، شكرا لك. هات لي بقى الدليل سماحة السيد، من أول من بايع علي رضي الله عنه على أنه إمام معصوم؟ اتفضل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. عندك دليل سماحة السيد؟ سماحة السيد، أنت بتكلم زوجتك وأنا معاك، يعني المفروض ترد عليا أنا. والله أنت مهرج جميل، هي أنت بتقول لك مهرج إيه؟ جميل فعلا. نعم. يعني المرأة اللي معاك الله أعلم زوجتك ولا موت الله أعلم، أنا لا أدري يعني، ولا أتدخل في خصوصياتكم، بتقول لك ده مهرج نعم، بدل ما تقول لك تجيب عليه. يعني مسكين فعلا انت. طب أجب المسكين على سؤاله، مين فهم من آل البيت على أن الإمام علي إمام معصوم منصب من قبل الله؟ اتفضل. سيد حسين، الخط نعم، مفتوح، اتفضل. سيد انت حسين، من نصبك، من نصبك تتحدث بالشريعة وتتحدث الإمام بأهل البيت اللي نصبني، وبالصحابة وبحقوق الصحابة؟ اللي نصبني رجل هارب منذ أكثر من 1200 عام وترك هو مكانه. الذي نصبك؟ هذا الرجل هارب منذ 1200 عام وترك منصبه وهو لولا لسخط الأرض، فحينما علمت بهروبه تقمصت أنا دوره وقمت بدوري. الله الله، أها، متقمص أنت. انت عرفت انا متقمص مين؟ متقمص شخصية محمد بن الحسن العسكري، لانه هرب أنت وترك متقمص الامة. شخصيته. فجئت انا جميل، مكانه. جميل، مهرج جميل أنت. طيب سيد حسين، هذه المكالمة مسجلة وانا قناة اليوتيوب عندي معدية 49 مليون مشاهدة. مبارك عليك، مبارك عليك طيب. حبيبي، مبارك طب عليك. انت عندك سجل اجابة، كما يحلو لك. عندك اجابة قبل ان أنت ارفع؟ مهرج، مهرج شكرا أنت. شكرا. عندك إجابة قبل أن يتم رفع الاتصال؟ ارفع ما يقول لك، هل طب عندك؟ أنا ممكن أطلب منك طلب ولا تفهمني خطأ. المرأة اللي كانت بتقول لك علي عجيب. مهرج، هل ممكن تأتيها هي تجيب؟
من هي احمق؟ هو من هي؟ ما انت قال عم انت افا عليك اللي كانت بجوارك يا سيد حسين وقالت لك هذا مهرج. لا انا في جواري احد. لا والله المكالمه مسجله والصوت باين. هل تعلم الغيب ما في جواري؟ نعم اني لا اعلم تقول. وما في السماوات وما في الارض وما في الجنه. يعلم الغيب. شفت الضحكه بتاعتك مليانه كحه من السجاير. اللهم عافينا رب. اللهم عافينا. اهبل مصري. شكرا اهبل مصري. شكرا شكرا. اسمع زي عموما المكالمه مسجله وعوام الشيعه وعوام السنه. سجل ما يحلق احد احمق انت. شنو هذا؟ شكرا شكرا. الاجابه مهرج احمق. احمق مهرج بس اهبل. اهبل. ايوه اهبل. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ اسمي رامي عيسى. شكرا. رامي عيسى. نعم اهلا وسهلا. طيب هداك الله للخير ان شاء الله. الله جميل قوي يا الله على قلبك الطيب. مش من شويه اهبل ومهرج و واحمق ودلوقتي ايه؟ اهداك الله تواضع صورة سيد معمم. نعم. وتتصل لحاجة بعد ذلك تهرج. ما هذا من اجل من انا البيت. نعم مهرج واحمق. شكرا. وضع صورة السيد اللي انت شفتها هذه وضع صورة سيد هذه التقية التي قال عنها ابي عبد الله التقية ديني ودين ابائي. فانا هذا اشتغل بشيء يفيدك يفيد الناس. شنو هالكلام هذا؟ والله هذا ما وجدت شيء يفيدني اكثر من فعلي مع معمم الشيعة ورب الكعبة. والله يشهد الله أن كثير من عوام الشيعة المهتدين يتواصلون معي. بل أقسم برب الكعبة والله شهيد على كلامي أن بعض معمم الشيعة يتواصلون معي الآن من المهتدين والسادة. ومنهم من يعطيني الأسئلة من المعممين. منهم ورب الكعبة من يعطيني الأسئلة لأسألكم. أنتم أنتم خلاص كشفتم. الله أكبر. الله كشفتم يا حسين يا سيد. يلا اهرب كإمامك الهارب. اهرب كإمامك الهارب. اهرب. لا انا الان افحمت فعلا من اسئلتك الخطيرة. نعم انا ممكن اسألك بتاع حوالي 5-6 اسئلة لن تستطيع. ما فائدة إمامك المهدي الغارب؟ ما هو الدليل من القرآن على عصمة الأئمة؟ ما هو الدليل من القرآن على تنصيب جعفر الصادق؟ ما هو الدليل على أن علي رضي الله عنه إمام منصب من قبل الله تبارك وتعالى؟ من الذي بايع علي رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إمام معصوم؟ لا يوجد إجابة عندك وتقول اهرب أحمق. نعم مهرج. نعم. نعم خير إن شاء الله. طيب هل أنا في حل إن أنا أرفع هذه المكالمة على اليوتيوب يا سيد حسين ولا؟ ارفع ما شئت حبيبي. ارفع ما شئت. طيب. مهرج كما تحب. شكرا. تحب أن توجه كلمة للمستمعين؟ أي مستمعين حبيبي؟ قلت لك عندك مستمعين أنت؟ نعم 49 مليون مشاهدة للقناة والقناة في تزايد. ما شاء الله. ما شاء الله. أنت مصدق نفسك تعمل للخير وتعمل نعم. ما فيه صلاح أيوة وما فيه خير. وجه كلمة. وجه عجيب كلمة. فعلا أنت. وجه فعلا كلمة. أنت عجيب وغريب. نعم وجه كلمة للمستمعين تفضل. هل عني الله يخليك حبيبي. روح 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 اشتغل شغلة في البشرية. ما عندي وقت لهذه التهريجات. روح يعني روح. انت ما عندك وقت كمهديك. ما هو مهديك ما عنده وقت وغاب وترقب. مهديك يعني يا حبيبي. يعني امامك المهدي هارب وانت كمان ستهرب. يعني اجيب واحد احمق مثلك يتكلم عن المهدي. هذا فعلا شيء معيب جدا. شكرا. هذا المهدي الذي انت تنتظره خرافة وانت تعلم انه تحدث خرافة. عن المهدي. انت هل تعرف من هو المهدي؟ هل تعرف اهل البيت انت؟ هل تعرف الله ورسوله؟ تحدث عن المهدي كأنه صلي يلاعبك أو تلاعبه. ما هذا؟ والله والله عصايا تنفع أكثر من مهديك. بيع خضار حبيبي. بيع فجل. بيع طماطم. بيع شو اسمه هذا؟ شو بسموه أنتو؟ بطاطا. أيوة يعني 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 الآن بدأت تستهزئ باللي بيبيعوا فجل واللي بيبيعوا طماطم واللي والله هؤلاء ينفعوا الأمة أكثر من مهديك ورب الكعبة. هؤلاء ممكن يكونوا بيدخلوا يصلوا ويخرجوا يبيعوا ليتكسبوا من الحلال. اما مهديك هارب وجبان وخائف من الشرطي العباسي وخائف من الشرطي الوهابي وخائف مهديك الان الى الان. اما هؤلاء ينفعون الامه اكثر منك. شرطي وهابي. الله اكبر. ما هو كان خائف من الشرطي العباسي ومات الشرطي العباسي. لماذا لم يخرج؟ انا هل مهدي لي انا مو لك. الحمد لله انا مرتاح بصوت انه انت لست من اتباع المهدي. اعوذ بالله. اكون من اتباع انسان خرافه حينما يخرج يبكر بطون الحباله ويرفع الأطفال على السهام. بل وانت تعرف ان اتباعه من اليهود كما لا يخفى عليك. يلا خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. صلي على محمد وآل محمد. يا سلام. تعال بس صلي على محمد. أيوة. وآل محمد. يلا روح روح. طيب مين قال محمد يا سمعت سيد؟ مين قال محمد الذين انت تصلي عليهم الان؟ هل هرب واغلق؟ شفت يا شيعي مهرج احمق. واللي جنبه المراه اللي جنبه تقول له هذا مهرج وهذا احمق. لكن يوجد اجابه؟ لا يوجد اجابه. لا يستطيعون المواجهه ولا لا يعلمون انهم على باطل. هؤلاء عاشوا في خرافه ثم عاشوا داخل هذه الخرافه وزينوها لعوام الشيعة. فجميع الشيعة يعيشون في هذه الخرافه. مهدي
آل البيت، روايات مكذوبة، أساطير وكذوبات، هذه هي الديانة الشيعية. لكن إجابة، الإجابة مهرج أحمق وبيدخن، سيدك الشيعي بيدخن، سامع هو بيولع السيجارة وأنا بجواري وأنا بتصل به السيجارة وسمع وبيقول لي نعم لا بأس لا بأس، أعوذ بالله، نسأل الله أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم إلى التوحيد. كان معكم سيد الشيعة المسمى بحسين ياسين العاملي.